وبغيت نستغل المناسبه اخر كلمه ديالي، بغينا تحبسوا لينا وهذا الشيء كيشرف عليه حتى السي الوالي والسلطان المحلي. اذا اعتقد اليوم الدور ديال هاد الشركات احنا متعاقدين معاهم يخدموا بالسي تيرو وراهم خدامين بها على الاقل كنحافظوا على الجرائم. سيدي الرئيس الى تكلمنا عن المقبره احنا تعطلنا شيئا ما ثلاث سنين وكان المعاناه. اولا بالنسبه للمنتزه ديال بشار الخير اللي كيتواجد بالحي محمدي جعفر البرماكي، هاد المنتزه اللي كاين تقريبا على خمسة القطارات اللي تعاود في واحد الحله جديده لمنتزه اللي ما كانش عندنا، اكبر منتزه في الحي محمدي غير في المال اللي كان مخصص ليه واحد 20 مليون درهم يعني جوج ملاير. اليوم انا بغيت الناس تشوف اشنو الامباكت ديالو على الساكنه، يوميا عامر الناس محتاجه لهذا المتنفس. من هذا المنبر كنطلب من المواطنين يحافظوا عليه لانه هو معلمه ديالهم، هو هذا حديقه ديالهم، خصهم يحافظوا على هذه المعلمه، ما يكونش واحد الفونداليزم، واحد الناس ما تشتفش على ذاك الغرس، ما تلوثش هذاك البيئات، تحافظ على ذاك المكان اللي هو كنعتبره غير هي بدايه ديال الاوراش اللي مفتوحه في الحي محمد. انا راني قبيله شرطه في الدوره بان المنتزه زوين، ولكن ما حد كاين داك السوق ديال الدجاج الجمله، هذا راه كيشكل لنا حنا واحد كارثه بيئيه، والناس ما كيخليهمش يرتاحوا في هاد يستمتعوا في هاد المنتزه. انا اكيد اليوم سمعتي الرئيسه قالت لك من هنا واحد الشهر ان شاء الله الاشغال يعني تقريبا الدراسه راه قريبه تكمل وغنبداو، وغيكون هذاك مجمع ديال بيع المواد ديال التغذيه ككل، يكون فيه الدجاج اللحام الحوت، وحنا كننتظروه لان حتى اليوم راه شرطه قبيله في الدوره، راه حتى اليوم سوق الدجاج راه كيعمل 25 درهم فين؟ في المارشي دكرو، ما بالك التسقيط. اذا علاش؟ لان كاين المضاربه، لان داك الشيء صغير الناس كدير اللي بغات. اليوم الا كان واحد مجمع كبير او سوق كبير ديال بيع الدجاج ما غتكونش هاد المضاربه. كتعرف يا سيدي الرئيس اليوم الدجاج راه ب 25 درهم في السوق ديال المارشي دوكو، اليوم في هذا الصباح 25 درهم. اذا حتى المواطن البسيط تكلمتي على الماء، حنا شاهرين كرؤساء المقاطعات في اهميه ديال الماء. اكيد اذا تكلمت عن الحي محمدي توصلنا للمناسبه ديالك اللي كانت منفذها شركه. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في قناتنا ماسينك تي في وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد وزيارة موقعنا www.masinktv.ma.